وادي النيل، دير العبد احياء كامله من وادي النيل، الشيخ زويد حي الكوثر كله من وادي النيل. مش موجود ولو كل يعني كل وادي النيل. صراحه انا عايز اعرف برضه كل يعني القادمين القادمين الى ارض سيناء يعني هم السبب، هم شريان الحياه في سيناء، هم اللي بعثوا الحياة في سيناء. طب جت منين فكرة انه ربما قد لا تقبل او ترفض بعض قبائل سيناء قدوم يعني ابناء او شباب من غير الارض السيناوية اليهم؟ يعني هل هناك يعني دعنا نتكلم بصراحة وبوضوح، لان احنا عشان نوصل لحل المشكلة لازم برضو يعني نأصلها ونشرحها بشكل واضح وصريح. هل انتوا كابناء سيناء في اي شيء يعني في اي مشاعر بتخليكم تحسوا ان انتوا مختلفين ربما، او كان هناك بعض التهميش للقبائل السيناويه لابناء سيناء في الفترات؟ انت بقى استاذه حطيت ايدك على الجرح. الجرح في سيناء اللي لم يندمل بعد، ونامل ان يندمل في الايام القادمه، انه اهالي سيناء بيحسوا بان هم مشوا لسنوات طويله. ليه بقى؟ لانه هو حتى الان لا يملك بيته. انت مصريه تملكي بيتك، طب انا مصري زيك ما املكش بيتي. تملك الارض صحيح، مزرعتك في الصلاحيه بتاعتك بس في العريش مش بتاعتي، انا اللي زارعها وانا اللي ورثها عن ابويا وما انا اللي املكها، ما عنديش سك ملكيه بيها، ما عنديش حاجه تقول ان دي من الدوله ان دي ملكي، رغم انها بقى الاف السنين معايا. هذا طب ايه سبب ده؟ ايه سبب؟ لان الدوله عايزه كده، الدوله لانه الشهر العقاري الشهر العقاري من ايام الانجليز ما كانش موجود في سيناء. وظل من ايام الانجليز لغايه دلوقتي. هي مشكله معقده، زي ما كانوا بيدفعوا الجزيه للاستانه في عهد عبد الناصر، واكتشف عبد الناصر بالصدفه ان لسه لغايه دلوقتي بندفع الجزيه لتركيا، وهم ما اكتشفوش لغايه دلوقتي انه الشهر العقاري ما كانش بيسجل لاهل سيناء املاكهم، واستمر الحال. وكل شويه يطلعوا قانون يعقد اللي قبله، يطلعوا قانون يعقد اللي بعده، لغايه حتى ما بعد الثوره قانون 14 لسنه 2012 كان قانون أسوأ من القوانين السابقه، وكل حجتهم ان احنا خايفين يبيعوا الارض لغزاويه، يبيعوا الارض اللي مش عارف. طب اسرائيل احتلت سيناء 15 سنه، مين باع شبر من ارض سيناء؟ قادة القوات المسلحة يشهدوا، إبراهيم فؤاد نصار القائد العظيم، اللواء فؤاد حسين اللي قادوا المخابرات العامة والمخابرات الحربية، يشهدوا لأهل سيناء وقبائل سيناء بالوطنية ومنظمة سيناء العربية، ويشهدوا أن هم كانوا أقمار صناعية لقواتهم المسلحة. أنت عارف دكتور صلاح؟ ياما شفت بعينيا وياما يعني دفنت بإيديا أبطال من أبطال من أبناء سيناء يعني قاموا بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في وقت الحرب وفي وقت السلم، وكانوا بيعملوا خلايا التجسس، ونعرف ناس جيدا من معرفة شخصية يرحمه الله عزيزهم طبعا شكرا، ولكن يعني ضد العدو بس الإسرائيلي. انت عارف هي وكانوا على اتصال مع مخابراتهم الحربية. دكتور صلاح، هي مسألة معقدة، لعل المسألة تنتهي مع فعلا بص سيادة الدولة بشكل كامل على كل ربوع سيناء، وحضرتك أشرت لأنه في نجاحات في هذا الإطار، ولكن أيضا على الهامش لا يعني لا يمكن إنكار هذه التخوفات. من أشهر قليلة أثير فكرة أنه في آلة صناعة الرقم القومي أو طباعة الرقم القومي هربت إلى قطاع غزة، فالمسألة برضو من ناحية. طب هو لما معاه رقم قومي هيشتري في سيناء بس؟ اعتبارات لا، أنا قصدي ممكن يشتري في الغربية، ممكن يشتري في الشرقية، اعتبارات يشتري في أي حتة. اعتبارات الأمن القومي. أنا عايز أقول لك بس إسرائيل برضو. إسرائيل لما دخلت احتلت سيناء ما استأذنتش الشهر العقاري، استولت عليه بتاعك وبتاعي وبتاع أي حد. إسرائيل لما عملت مستعمرات داخل سيناء، مستعمرة يميت، مستعمرة ركلة، ما خدتش إذني ولا إذنك، ولما وقفوا الناس يقولوا دي أرضنا ضربوهم بالنار. ليه؟ هو اكيد لانهم قالوا لهم انتوا ما معكوش طابو، انت ما معكش طابو، هو ما كانش يقدر ياخد بيتي، لكن لما لقى ارض فاضيه خدها. لا لان انت ما معكش طابو، الطابو هو العقد الازرق بتاع الشهر العقاري. لان لو انت معاك طابو دي ارضك، لكن دي مش ارضك، دي ارض الدوله المصريه، واحنا دوله احتلال، احنا مكان الدوله المصريه، فخدها وعملها مستعمره. طب نعرف رايك اكيد اكيد يعني احد الموضوعات يعني نقول عليه موضوعات شائكة. أكيد أحد هذه الموضوعات الشائكة برضه هيتحط في أجهزة الدولة، ما هو أسلوب حل هذا الموضوع؟ أكيد يعني لابد هذا الموضوع يبقى له حل، لابد يبقى له حل. هذا الحل طبعا لازم يضمن الأمن القومي لمصر طبعا، مفيش كلام أكيد. يعني يوم المشير السيسي طلع وقال على مسافة كذا من الحدود ما فيش حد يبني كذا او ما فيش حد يعمل كذا، ده امن قومي. صحيح، امن قومي. وبعدين يعني كلنا ثقه كمصريين،
واهالي سينا هم مصريين يعني من فوق لتحت، اكيد كله هيرحب بانه نراعي الامن القومي في هذا الموضوع اللي احنا بنعتبر موضوع شائك، تملك الارض. وانا سامع برضو حضرتك الشيخ اللي هو رئيس جمعية استاذ علي، افندم استاذ علي فريج، علي فريج اتكلم برضه على الموضوع ده هو في الحديث بتاعه. يعني موضوع تمليك الارض، قال ازاي احنا ما نتملكش الارض؟ لا هو بالتأكيد مطلب لكل ابناء سيناء يجب وضعه في الاعتبار، ويعني واخذه بانه يجب يكون هناك في حل لا يشكك في وطنية ابناء سيناء، وفي نفس الوقت لا يعني يمس مقتضيات الامن القومي المصري بالتأكيد. طبعا ما عملش بقى على الحساسية اللي حضرتك اتكلمت عنها. بالظبط، انه ما يحسش ابناء سيناء ان هم مختلفين في اي شيء عن بقية ابناء الوطن المصري. انا كنت بقول للرئيس، انا كنا في لقاء مع الرئيس المجلس القومي، كنت بقول له سيادة الرئيس يعني دلوقتي 400,000 نسمة في سيناء، وأنا مع الأمن ومع مكافحة الإرهاب ومع كل حاجة، بس أنا عايز بس رئيس الوزراء ولا محافظ شمال سيناء حتى ما يركبش الكوبري اللي معاه تصريح بالكوبري ويقف على المعدية زي كده 4 ساعات و5 ساعات يستنى المعدية ويتفتش زي علشان يحس بالناس. وعلشان كنت بقول له هو مش خسارة 3 كلاب بوليسية في 400,000 نسمة، 3 كلاب على الكوبري وفي جهاز سنسور على الناحية التانية يشتغلوا، 3 كلاب كل كلب كل 8 ساعات يكتشف المتفجرات ويكتشف المخدرات، لف على العربية كده لف، محاصيل 320,000 فدان بتقف بال5 و6 ساعات ويمكن يوم كامل ويبوظ نص المحصول على الناحية التانية علشان يعدي على الجهة. يعني سمع ان في بعض الحصارات الزراعية مش عارفين ينقلوها الناحية التانية يعني. برضو نرجع لكل ده الامن. عربيات الاسمنت بتقف بال7 ايام على ما يخش الناحية التانية، هل هذا تنمية؟ هل ده ممكن يبقى فيه تنمية؟ لابد من التفكير الامني يصحبه تفكير تنموي وليس فقط تنمية. التفكير الامني فقط والحلول الامنية فقط هتوجد اي تنميه. هو لازم عزك الله يتجاوز حدود الكلاب، يعني لازم يوجدوا حل تاني غير فكره الكلاب او غيرها، يعني حل يكون على الاقل حل يكون مرن. حل بقول على الاقل 3 كلاب بوليسيه. الكلاب البوليسيه دي برضه ساعات بتفوت يعني يعني مش لكن احنا نستغل وجود حضرتك معانا فيما ان احنا بنتكلم في المساله ديت، وحضرتك كنت محافظ البحر الاحمر ومطروح، المحافظات اللي هي ذات طبيعه قبليه ساعه الفريق لازم يكون في شكل من اشكال التعامل معها بشكل خاص. يعني هنا دكتور صلاح بيذكر بكل خير بعض المحافظين لعلهم كانوا موفقين في التعامل مع اهالينا في سيناء، هل هذه المحافظات بتتطلب يعني فكر خاص من قبل المحافظ في ادارتها؟ طبعا اكيد اكيد. يعني النهارده بنتكلم في محافظه مطروح مثلا، قبائل موجوده ولها تقاليدها. يعني انا مره كنت بمر في مطروح في احدى البلاد، يعني مش مرسى مطروح لا، فلقيت اجتماع عاملاه قبيله، فدخلت سلام عليكم. وعليكم السلام، خير في ايه؟ قالوا لا ده في حادثه عربيه وفي شاب ركب عربيه فضرب واحد، ضرب شاب تاني يعني خطا يعني، والشاب ده مات. ما ليهم تقاليدهم بقى، لهم تقاليدهم، تقاليد القبيله، يعني دية معينة بتدفع زي سينا نفس القبائل يعني. ليهم تقاليد ولابد من احترام هذه التقاليد. طالما يعني هذه التقاليد يا سيادة الفريق لا تؤثر على الدولة وعمل الدولة وهيبة الدولة لا وفرض سيطرتها. في تقاليد عربية أصيلة لا تتعارض سواء يعني في سينا أو في القبائل بتاعة الغرب تروح والبحر. هذه التقاليد يعني بتحترم تماما. طيب لأنه السؤال اللي سألته نرمين سؤال رائع، أو لابد أن السؤال اللي سألته نرمين سؤال رائع لازم نسأله الدكتور صلاح بشكل آخر، أيهما أعلى صوتا، القبيلة أم الدولة في مثل هذه المجتمعات؟ لابد من احترام القبيلة ولكن إعلاء قيمة الدولة. أنا مع احترام القبيلة وإعلاء قيمة الدولة، لأنه ما ينفعش أن احنا نحتكم فقط للعرف، لابد أن تكون للدولة الدور العلوي المهيمن، لأنه ما ينفعش يبقى في رأسين في البلد، هي رأس واحدة، رأس واحدة. احترام القبيلة واحترام العلاقات الإنسانية بين القبائل، لكن لابد من إعلاء صوت القانون، قانون الدولة لابد هو الذي ينفذ، لأنه ده اللي بيحكم في الآخر كل الأعراف.
لأن القانون هو السيادة، يعني سيادة الدولة، يعني هيبة الدولة، وتطبيق هيبة الدولة ضياع هيبة الدولة هو ضياع للوطن. طب المبدأ ده تحقق بشكل يعني فعلي خلال السنوات السابقة دكتور صلاح، من وحضرتك أحد أبناء سيناء، أنه يعني إعلاء قيمة الدولة ولكن مع الأخذ في الاعتبار تقاليد القبائل؟ وأرجوك ما تكونش دبلوماسي وأنت لو بشكل يعني صريح. ما هو أنت برضو حضرتك إذا كنت بتدوري على حق الدولة لازم تبحثي عن حق الفرد طبعا. وما تنسيش أن أنا حقوق إنسان، مجلس قومي حقوق إنسان، حق الفرد فين؟ حق اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي، حقه في حياة كريمة، حقه في العمل، حقه في تمليك أرضه، حقه في شربة ماء. لغاية دلوقتي شربة المياه مش واصلة يا أستاذة، لا في رفح والشيخ زايد وفي وسط العريش، شربة المياه مش يعني واصلة. قبل ما أطلبه بالإذعان يعني هيبة الدولة لازم أنا أبسط هيئة الدولة وكل حاجة، لكن لابد أن أنت تديله أبسط حقوقه، صحيح، حقوق الإنسانية، لابد أن أنت توفر له يعني العمل، حق العمل، يعني الحقوق البسيطة اللي يعني مش حاجة أوفر، يعني اللي بيطلبها أهل سينا دي الحقوق البسيطة يعني. وبعدين يعني لابد بيحصل من النظر، لما بيحصل خلاف بين اتنين وراحوا قسم الشرطة ولما راحوا قسم الشرطة تصلح، ايه اللي بيحصل؟ صلحت المحضر، واحد ضرب عربية وعمل رفرف وبعدين اتفهموا مع بعض ان شاء الله هتحمل. طب ما هم بيوفروا عبء اداري والازدهار لسيناء. وكل سنة وانتم طيبين. احنا كل سنة وانتم طيبين. شكرا. احنا في نهاية اليوم بس الجميل ويوم 25 عايزين نقول ان احنا يجب نظرة الدولة لسيناء وشعب سيناء تختلف. اذا كنا عايزين فعلا نحتفل العيد الجاي على الارض وارض الواقع احتفال بمشروعات، لابد ان تتغير النظره لاهل سيناء. انا سعدت جدا بخطاب رئيس الجمهوريه، سعدت جدا بروعه خطاب رئيس الجمهوريه هذه المره. ان شاء الله يكون في بقى مشروعات على الارض كمان، عايزين بقى يترجم الى واقع. اكيد احنا بنشكركم وبننتظر الكثير ان شاء الله. انا بتوقع ان شاء الله الاحتفال الجاي بعيد تحرير سيناء هيكون الوضع مختلف في سيناء ان شاء الله. هيبقى الاحتفال معظمه داخل سيناء ان شاء الله وليس في القاهره، قناه النيل وليس في القاهره ان شاء الله. سياده الفريق زاهر عبد الرحمن، عشان نذكر دايما شهداء مصر طبعا. ان شاء الله شهداء مصر على مدى سنين طويله جدا. أكيد. على ارض الفيروز السنه الجايه زاهر عبد الرحمن الخبير الاستراتيجي وقائد قوات الدفاع الجوي سابقا، شكرا جزيلا. الشكر ايضا موصول للدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء عن شمال سيناء. شكرا لحضراتكم. شكرا. ختاما ايضا نشكركم مشاهدينا، وبكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء وموضوعات جديده نطرحها للنقاش فقط منهنا من